اهلا وسهلا الغزالة ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى نهاركم يكون بخير وعلى خير وصحة جيدة ان شاء الله. شوفوا اليوم انا قلت غنشارك معكم هاد البسطيلة، راها اقتصادية البنات، غير داكشي اللي كيبقى لينا في الكونجيلاتور، شوية ديال الكروفات، شوية ديال الفخوي دماغ، شوية ديال الصدر ديال الدجاج، ولا شوية تاع لاداند، شوية ديال الفخوي دماغ، كانت اللي كيبقاو لينا داك شويه شويه مكا كنخلطوا هذاك الشيء كله، كنصاوبوا بهم هاد البسطيله. صدقوني البنات كتجي زوينه زوينه واقتصاديه وكتجي بنينه وكتوجد بالزربه. وانتم شوفوا انا ذوقتها بداك الشيء اللي كاين عندي، ما دزت عليها حتى شي حاجه، كتجي غزاله البنات. هانتوما نشرب شويه تاع الفرماج من الفوق، وهي كتجي روعه البنات، زوينه توجدوها هكا الغدا باش تفرحوا بها العائله ديالكم. اقتصاديه البنات، والله الا اقتصاديه، ما كتطلبوا حتى شي حاجه، كلشي داكشي اللي كاين يكون عندكم، اللي كيبقى شويه من هنا وشويه من هنا وشويه من هنا، راه حنا كنوجدوا غديوه اللي كتكون زوينه وبنينه واقتصاديه. بغينا اكثر من هذا الشيء ما كاينش. بغيتو تعرفوا كيفاش وجدنا هادشي، ها نتوما كتشوفوا بقى عندي انا شويه تاع الفخو دماغ، شويه ديال الصدر ديال الدجاج، شويه ديال البواسون، شويه تاع الحوت. شفتوا دوك الميكات اللي كنجمع هكذا هكذا اللي كيبقاو في الكونجيلاتور. ها نتوما عندي حامضه مرقده قطعت هكذا رقيقه حيت من العليفات، قزبر ومعدنوس وثلاثه دريسات تاع الثومه، وعندي باكيت هكا تاع الفيرميسيل، وعندنا الورقه هذه اللي كنشريو. طريقه سهله البنات، الزربه كتوجد كتجي بنينه البنات، والله الا كتجي بنينه. قولي عيتي ما تشكري لينا في هذا الشيء. انتما كندير واحد شويه ديال زيت الزيتون في المقله، كنرمي عليه داك الطريفه تاع الصدر، هما الاولين ديال الدجاج حتى كيتشحروا شويه، عاد كنزيد عليهم طريفه تاع الحوت. هنا غنزيد دير داك الفخوي دماغ في واحد المقله بوحديتو، حتى هي مع شي جوج معالق ديال زيت الزيتون. زيت الزيتون كتعطي واحد البنه زوينه البنات، اللي عنده سمينه يدير سمينه، انا فضلت ندير زيت الزيتون. هنا غنديروا العطريه اللي بغينا، شويه تاع البزار، شويه ديال الزعفران، شويه ديال مليحه مليحه، غير شويه غير خفيفه. نديروا شويه تاع الثومه، نص تاع ديك الحامضه مع هاد الحوت والصدر ديال الدجاج، شويه تاع الربيع، والجهه الاخرى عاوتاني غنديروا بحال بحال، وتقريبا انا كلشي غنخلطوها بخير. غير شويه كيتقلى مزيان حتى كيدخلوا شويه شويه طياب، ماشي بزاف، حتى يكمل طياب كلشي في الفران. شوفوا اليوم العشنا وفقنا، طاحت لينا في راسنا غناكلو سطيله، سبحان الله العظيم. شويه تاع الملح، وغادي نرمي ورقه تاع سيدنا موسى حتاهما. انا ما عنديش الهريسه البنات، ديك الهريسه اللي كتكون مطحونه كتكون زوينه، عندي غير الفلفله هكذا حاره، دابا كدرت شويه طويست على المعلقه غير حيت تجي ديك اللسعه زوينه ديال الفلفله،
هكذا في لي فروي مع البسطيله ديال الحوت كتكون زوينه. حي ديال البزار، عندي بزار ابيض. C'est quoi? Je suis manger et je peux goûter. Pas maintenant. Je le mets à la place de l'oura. Attends. Je vais aller aux toilettes. 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 الحمراء انا اللي بغى يزيد شي فليفلات ولا بغى يزيد شي حاجه اللي كتعجبو يقدر يزيدها، حيت الفلفله كتجي زوينه البنات في البسطيله. غندير واحد الطوماط ديال الحوت، ديال الحوت هي اختياريه، اللي بغى يديرها يديرها، ما بغاش ما يديرهاش. ندير شويه تاع الصوجا، غير شويه ماشي بزاف بلا ما نكثروا. ديجا حين داك الحوت وداك الدجاج بنين بوحدو، ما عرفتش انا علاش كندير هاد لاصوص، غير شويه راه في غير ديك النقيطات اللي كندير. هنا كانوا عندي شي جوج باكيات ديال لافيرم، هادي فيرميسيل سمعتوني او شحال، راه مغي صغيوري الباكيات البنات، راه ماشي كبار. طيبت الماء، الماء راه غليان البنات، كنخوي عليهم باش يطلقوا